ارتبط الإمام يحيى حميد الدين بالمخابرات الإيطالية عن طريق البقال الإيطالي جوزيف كابروتي، والذي كان له بقالة في سوق الملح بصنعاء القديمة، وقد استمر فيها من سنة 1902 حتى سنة 1905 للميلاد، وكان قد عمل بقالا ليخفي نشاطه السياسي كجاسوس للمخابرات الإيطالية. وقد عثر في مخلفات جوزيف كابروتي على رسائل بينه وبين الإمام يحيى اتضح من خلالها الدور الحقيقي الذي كان يؤديه الإمام يحيى أثناء تواجد العثمانيين. لقد كان يوفر الحماية لعناصر المخابرات الإيطالية في اليمن، فقد حصل المؤرخ اليمني القاضي إسماعيل بن علي الأكوع على نسخة من الرسائل التي لا زالت أصولها محفوظة في المكتبة الوطنية بفيينا. وكان الإمام يحيى يبدأ رسائله ممتدحا البقال جوزيف ناعتا له بأجمل النعوت. ففي الرسالة الأولى كتب الإمام جناب المكرم صحيح الوداد يوسف كابروتي عافاه الله تعالى، وأنه وصل كتابكم وأحسنتم بما حققتم، وأنه لعجيب مثل ذلك، والله أعلم بما يتجدد، فارفعوا إلينا ما تجدد والخير فيما اختاره الله. لقد كانت الرسالة تصف ضابط المخابرات الإيطالية كما لو كان أحد سيوف الإسلام وأحد المؤمنين الأبرار، وفيها نبأ وصول الرسائل المخابرات الإيطالية إليه شاكرا لهم ما حققوه، ومتعجبا منه وطالبا منهم إبلاغه بالجديد. أما الرسالة الثانية فقد شكر الإمام المخابرات الإيطالية على المضربين العطر والورق، وتعهد مقابل ذلك بتوفير الحماية لعناصر المخابرات الجدد. وكان ما ورد في الرسالة إلى مطيع الإسلام المصطنع إلى أهله المعروف التام يوسف كابروتي جعل الله له إلى الخير قائدا وعن الشر ذائدا، أنه وصل كتابكم المؤرخ 26 محرم 1323 للهجرة مع مشمع بياض ومضربين عطر، أحسنتم بذلك. وفي الرسالة نفسها يقدم المشورة للإيطاليين ويتعهد بحمايتهم، وكان ما كتبه في الرسالة وشأن ما أشرتم من أخوانكم وأصحابكم بمعنى عناصر المخابرات وأنهم يريدون الخروج إلى أي المحلات ولا بأس بذلك، والذي نراه أن الأولى بمحل غير الروضة لا قوم به، أي لا جنود عثمانيين هناك، ولا هو فتنة حرب، فإذا أرادوا شبام أو عمران أو حجة فهو الأولى، ويعود جوابكم حالا ونرسل المحافظين إن شاء الله إلى أين أحبوا. لقد كان الإمام جنديا مخلصا للمخابرات الإيطالية مقابل الأوراق والمضربين العطر. ثم ينهي رسالته وعرفونا لمن يكون الأمان وكم عددهم، أي عدد الجواسيس، لنلزم المحافظين بذلك. هذه هي حقيقة الإمامة وعمالتها لقوى الاستعمار. واليوم بينما تصرخ الميليشيات الحوثية ذو الأثواب المتسخة بالموت لأمريكا، فإن ثمة ميليشيات ناعمة في أوروبا وأمريكا تطالب الأمريكيين ضرب المدن اليمنية بتهمة الإرهاب.